بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. ذكر من أعظم الأذكار، إن كان الحديث فيه ضعف لكن قلنا مرارا وتكرارا هذا الحديث على الرغم من ضعفه، لكن العلماء حبذوا هذا الذكر وقالوا لا معنى أبدا أن يقال على الرغم من ضعف الحديث، إنه فيه ثواب عظيم جدا. وقلنا مرارا وتكرارا أن الأحاديث الضعيفة معمول بها في فضائل الأعمال، ومعمول بها في كثير من الأحكام الفقهية عند عدم وجود نص صحيح. وإن الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك وغيره كانوا بيحتجوا بالأحاديث الضعيفة عند عدم وجود نص صحيح بشروطه، والإمام مالك كان بيحتج بالأحاديث المرسلة ويبني عليها أحكاما فقهية، والإمام أحمد وغيره. فما بالكم بقى بفضائل الأعمال إذا كان هذا في الأحكام الفقهية اللي فيها الحلال والحرام؟ وهذا أمر مشاهد في كتب الفقه، لو اتفتحت كتب الفقه المطولة ستجد هذا. فهذا الحديث عظيم جدا في الصواب بتاعه، فنرجو ان يكون صحيحا. انك لو قلت هذا الذكر، شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، من قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات ثم قرأ 3 آيات اخيره من سوره الحشر، وكل الله له 70,000 ملك يدعون له ويصلون عليه حتى يمسي، ان قالوها في المساء وكل الله له 70,000 ملك يصلون عليه ويدعون له حتى يصبح، وان مات في يومه مات شهيدا. شوف الصواب العظيم بقى، هتقول ايه؟ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض هو العزيز الحكيم. شوف بقى لما تكون هذا الذكر، وربما عظمة هذا الذكر ان الاساس آيات اخيرة من سورة الحشر في كثير واعظم اسماء الله الحسنى. يعني بعد ما بتقول كل الاسماء دي بتقول في الآية الأخيرة ايه؟ وله الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض هو العظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عايز تذكره باسمائه الحسنى. فشوف بقى المراقب العظيمة، لما ربنا يوكلك طوال اليوم 70,000 ملك يصلون عليك ويدعون لك، كم حسنة هتاخدها؟ ايه كم العظيم المغفرة اللي هتحصله؟ وإن مت في يومك تموت شهيدا أي تصل إلى الفردوس الأعلى وتكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وأصحابه. عايز إيه أكتر من كده من السؤال؟ وبالله علينا بالله عليك حد ضايع هذا السؤال؟ شوف ملايين أو مليارات الحسنات هتاخدها. كم عظيم جدا من المغفرة لما الملائكة تدعو لك طوال اليوم 70,000 ملك وتموت شهيدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. خلينا نستكثر أن يكون ربنا سبحانه وتعالى هدانا ذكر هدية لهذه الأمة لفضل العظيم لهذه الأمة، وكان نتحصل على الشهادة في سبيل الله. أنا هكتب لكم الذكر ده تحت الفيديو والسند بتاعه، ريت تنسخوه وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي. ريت كلنا نقول هذا الذكر، مش هاخد منك حاجة، نحفظه ونقوله مرة الصبح ومرة بالليل، نحصل هذا الثواب العظيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.